النساء الحوامل اللي تصيبهم مشاكل ضغط الدم. نعم. وهل ضغط الدم مرتبط بتسمم الحمل لاحقا؟ ممكن نوضح للمشاهدات؟ نعم، الجواب نعم، يعني ارتفاع ضغط الدم خلال الحمل قد يؤدي إلى ما يسمى بتسمم الحمل. تسمم الحمل هي حالة يعني مستعجلة، حالة تصبح حالة طارئة، والمشكلة في الموضوع طبعا الخطورة على الجنين مبدئيا. أتصور الدم قليل وصوله إلى المشيمة في حال صار في ضغط دم؟ أي نعم، هذا صحيح، وتصبح الولادة المستعجلة ضرورية، وهذا قد يكون على عمر مبكر من عمر الجنين، والمضاعفات المرتبطة بالولادة نمو المبكرة نمو ممكن يكون يعيقه ضغط الدم المرتفع؟ النمو عادة يكون ضعيف، يعني نمو الجنين ضعيف، لكن تسمم الحمل هو اللي حالة طارئة، يعني ضغط الدم قد يتم علاجه خلال الحمل بأدوية وقد يكون تحت السيطرة، لكن تسمم الحمل قد يحدث في المراحل المتأخرة من الحمل أو ما قبل المتأخرة قليلا، ويؤدي لمشاكل المرتبطة بولادة مبكرة أو مبكرة جدا أحيانا، خصوصا الرئتين عند الأطفال. في أي أسبوع تكون أو في أي شهر تقريبا؟ قد تحدث في بالشهر الثامن أو الشهر السابع أحيانا، يعني أحيانا ولادة مبكرة جدا إذا حدث تسمم الحمل. تسمم الحمل حالة يجب يعني علاجها بإنهاء الحمل، علاجها بإنهاء الحمل. تعامل معها كحالة طارئة. هي حالة طارئة، يصير ولادة طارئة. طيب دكتور، نأتي إلى السؤال الأكثر أهمية. نحن لا ننتقص من أهمية بقية الأسئلة، ولكن هذا سؤال أكيد ينتظره الكثير من المشاهدين. هل وصلنا إلى مرحلة من العلاجات الناجعة والتامة لارتفاع ضغط الدم أو حتى انخفاض ضغط الدم؟ الجواب البسيط هو لا، ما وصلنا للأسف في هذه المرحلة. العلاجات متعددة للضغط، وهي ملاحظة عامة أنا بذكرها لأي مرض، المرض اللي بتعدد العلاجات الخاصة فيه إذا ما في ولا علاج منهم قريب من إنه يكون العلاج الأكمل أو الأمثل للمرض. وعلاجات ضغط الدم متعددة جدا، لأنه أسباب حدوثه اللي هو نتكلم عن الأولي طبعا غير مفهومة تماما، ما في سبب واحد يخلينا نوصل، وهذا يزيد من تعقيد العلاج تماما. ما يعني العلاجات متعددة، كل علاج بيعالج زاوية من الموضوع، لكن لأنه الفهم التام لسبب ضغط الدم الأولي غير معروف، عوامل وراثية وعوامل بيئية وعوامل تتعلق بالوراثة، عوامل تتعلق بطبيعة الأكل، النشاط البدني، قد تتعلق بأنواع أدوية معينة. فإحنا إذا هدفنا من العلاجات هو السيطرة على الأعراض وعدم تفاقم حالة المرضية. تمام، هي السيطرة على الأعراض، وأعتقد الأهم منع المضاعفات. الآن دكتور خليني أنهي حديثي معك بدراسة قرأتها قبل بدء اللقاء. نعم. حديثة تقول بأنه الأدوية الخافضة لضغط الدم، نعم، قد تبشر بالقضاء على مرض السكري من النوع الثاني. هل هنالك أمال قد تفتح بناء على هذه الدراسة دكتور؟ أتمنى ذلك، لكن الجواب لحد الآن هو لا، هي فيها فائدة نسبية هذه العلاجات، لكنها غير شافية أبدا لمرض السكري، كما هي غير شافية أبدا لهدفها الأساسي اللي هو ضغط الدم. عظيم دكتور. دكتور منذر مومني، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصم والسكري، شكرا لك، شرفنا بالاستشارة الطبية. شكرا لك، شاكر جدا لاستضافتكم.